يا غلوة المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد، يا غلوة المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد، بنلف المواني وبنرجع لك تاني. بالتعاون مع بنك دبي الإمارات الوطني لافتتاح المبنى الفندقي للمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين. هذا المكان المسمى بقصر النور أو المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين. في المكان ده اتعلم كتير جدا من فاقدي البصر يعني ايه بدايه مخزونهم المعرفه، سواء من خلال السنين الاولى في طفولتهم اللي عاشوها داخل هذا المكان في حضانه سميت بحضانه قصر النور، او من خلال الكثير من المعلمين عبر اجيال كتير جدا جدا علموهم حرفيا يعني ايه الانتهاء. لكن خلونا واحنا بنبتدي احتفالياتنا النهارده نشوف حاجه تبين ان هؤلاء المكفوفين او فاقدي البصر نقدر نقول بشكل كبير جدا جدا انهم اصحاب طاقات. اللي هتشوفوه حضراتكم دلوقتي هو فيلم تسجيل صنعه هذا المركز، شارك فيه ابناء المركز من النموذجي لرعايه وتوجيه المكفوفين، حرفيا صنعته ايديهم وقلوبهم واصواتهم. فادعو حضراتكم لمشاهده هذا الفيلم التسجيلي علشان تعرفوا ان هؤلاء الشباب فعلا لديهم طاقه. والدكتور طه حسين وزير التعليم والاستاذ سيد مكاوي الملقب بشيخ الملحنين والموسيقار الكبير عمار الشريف، ومن مشاهير المدرسه الحاليين المطربان مهند عماد. كل واحد يحب يختلف في صوته ونرجع لك تاني، تاخدينا بالحن ودايما لابسه تبكيني مصري يا ام الدنيا يا حبيبتي.